لنقاش الملف اليمني ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا رئيس مركز يني يمن صالح الجبري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. بالتزامن مع الاشتباكات العنيفة التي تجري حاليا مع القوات الحكومية اليمنية ومسلحي النخبة الشبوانية، كيف تقيم هذه الأحداث والتطورات المتسارعة هناك؟ شكرا جزيلا. للأسف الإمارات العربية المتحدة ارتكبت خلال 10 أيام فقط مجزرة في العلم على مداخل عدن، راح ضحيتها 300 شهيد وجريح، وعقبها حصار لواء في منطقة كوتاس بصعدة، يعني قوامه 1500 شخص بين قتيل وأسير، وأيضا أخرها بالأمس السجن في مدينة ذمار، وهي منطقة تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. اتفقوا سرا مع الحوثي لضم معتقلين في هذا السجن، ثم تم ضربه بالطيران وقتل كل من فيه، أكثر من 160 قتيل من المعتقلين لدى جماعة الحوثي. نعم. الآن الإمارات للأسف الشديد لا زالت ترتكب حماقاتها وإجرامها في اليمن، ويعني حصلت على صفعة في مدينة شبوة وكبدت خسائر في العتاد العسكري والجند أيضا المرتزقة التابعين للإمارات العربية المتحدة، وأخرجت من ميناء بالحافة ومن موانئ المهمة جدا لتصدير البترول اليمني. هذه كلها جعلها يعني لا تقف أمام هذه الصعوبات التي واجهتها، وبالتالي ما زالت تستخدم المال والسلاح لإغراء بعض نعم. الناس المغرر بهم وتحاول، لكن ما زلنا لحد الآن تعتبر السيطرة لا زالت للجيش اليمني. نعم. إلى أي مدى تظن أن قوات الشرعية اليوم قادرة على مواجهة كمائن القوات الانفصالية مرة أخرى وطورت من أدائها لتجاوز هذه الفشل الذي يحدث من قبل الجماعات المتمردة؟ الجيش اليمني نحن بحمد الله نملك جيش وطني محترف متمكن، هو الآن يعيد ترتيب أوراقه من جديد للاستعداد للعودة إلى مدينة عدن. المجلس الانتقالي لا زال يرتكب الحماقات بحق أبناء المناطق الجنوبية في مدينة عدن تحديدا، يعني المجلس الانتقالي هو الآن موجود فقط في مدينة في معظم مديريات مدينة عدن، يختطف يقتل الناس بالهوية لكل شخص منتمي إلى محافظة أبين وشوبة الذين ثاروا على المجلس الانتقالي، وبالتالي لا خوف على الجيش اليمني، نحتاج فقط إلى يعني مصداقية من قبل من تلقى في التحالف العربي، نحتاج إلى طرد الإمارات والخروج من اليمن لتأمن اليمن من شرها، نحتاج إلى يعني شرعية قوية وحكومة متمكنة تدير الأوامر تدير الحرب بشكل صحيح، والجيش جاهز على أكمل الاستعداد، وليس يعني النصر الذي حققه في أكثر المدينة وأعاد ما نسبته 80% من مساحة اليمن التي كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي عادت إلى حضن الشرعية. إذا الجيش هو قادر، لكن يحتاج إلى حنكة وإدارة صحيحة من قبل الحكومة ومن قبل الرئيس هذه. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني كان طالب المجتمع الدولي بإدانة جرائم المجلس الانتقالي في عدن وأبين. في هذا السياق كيف يقيم موقف المجتمع الدولي من الأزمة في جنوب اليمن؟ المجتمع الدولي إجمالا مع وحدة واستقرار اليمن، يعني أغلق الباب تماما أمام مشروع الانفصال، وللأسف الإمارات تدير مجموعة قيادة من المرتزقة وتدعم داعش والقاعدة، ويعني ما حدث قبل يومين في مدينة عدن وأعلنت داعش المسؤولية، هذه كلها حركات نحن كيمين نعرفها أنها من وراء قيادة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات تريد حرب أهلية بين أبناء الجنوب، لكن المجتمع الدولي إجمالا من الأمم المتحدة إلى أمريكا إلى فرنسا إلى روسيا كلها مع وحدة واستقرار اليمن تحت الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة المعترف بها عالميا. شكرا جزيلا لكم رئيس مركز يني يمن صالح الجبري، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.